سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. صلاة التراويح جامعة من قيام شهر رمضان أثابكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. البدر المنير محمد صلوا عليه صلى الله وسلم عليه. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. البدر المنير محمد صلوا عليه صلى الله وسلم عليه. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس وإستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا اللهم من الأشقياء المردودين. إلهنا عافنا واعف عنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهل بيتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء